لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يستعد فريق الجيش الملكي لمواجهة مستضيفه نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك في ذهاب الدور الربع النهائي لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية الكاف. وسيكون فريق الجيش الملكي مطالب بالعودة بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا ثقيلا على الفريق الجزائري خارج ميدانه. ولن تكون المهمة سهلة على فريق الجيش الملكي عندما يلاقي نادي اتحاد العاصمة الجزائري على أرضية ملعب 5 جويلية. وتنطلق المواجهة بين كلا الفريقين اليوم الأحد 23 أبريل انطلاقا من الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، وذلك في ذهاب الدور الربع النهائي لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية الكاف. للإشارة، المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة بي إن سبورتس الرابعة بشكل حصري.